بيري جينز بلاك مان او هذيك ديال الجود مود. واحد البروتين ايس كوفي كاين هذا الونجي ولكن ماشي مشكل. الصباح قهوة قاصحة في العشية خفيفة. لا لا سكر شي نهار غادي نتقهوى مع إيلون موسك. انا قلتها لكم علاش؟ حيت هو عند الدماغ وانا بغيت نجلس معاه. الناس بزاف عرفوني على قلب الكونتنت كرييشن في البروفيل ديالي، ولكن تندير عاوتاني الويلنس والكونتنت كرييشن البيزنس حتى هما باش حتى هما يقدروا يكبروا الكوميونيتي بحال درتها انا. خاصكم تعرفوا انا نص مغربي نص الماني، ولكن الالماني ما كنهضروش. علاش؟ حيت كنهضر الفرنسويه الانجليزيه العربيه بالدارجه والاسبانيوليه حيت قريت في مدرسه اسبانيه. بديت شحال هادي مع الكونفينمون هذيك 3 سنين بديت صعب شويه بشويه بالفيتنس كنهضر غير بالفرنسويه والانجليزيه، ولكن هادي عام بديت كنهضر بالدارجه. علاش؟ حيت هنا في المغرب وخاصنا نهضروا بالدارجه. النهار بديت كنهضر بالدارجه داكشي مشى كيطير. دائما كنفيق في الصباح هذيك it goes viral. وعلاش؟ حيت كناكل ديك التفاحه في لاتيراس اللي كتعجبكم. داكشي عزيز عليا حيت it's a sign of success. الناس كيهضروا عليك، الناس كيهضروا على شي حوايج انت كديرهم كديرهم زعما عاديين، والناس باغيين يطاكليوك في داكشي. علاش؟ انا عزيز عليا الناس يهضروا على داكشي و it gives me ideas باش ندير لكم عاوتاني كرياسيون كونت. المايند سيت والمود ديالي كنفيق الصباح ضروري خاصني ندير رياضه باش نكون هابي اولويز جود فايبس. انستغرام غريب ضروري ما تزربيش ما تهضرش يوغا انا كروس فيت سير طحن ديال مايكل جاكسون سميتها بيري جينز بلاك مان هذيك ديال الجود مود. توب جون ديال مافريكس داكشي علاش سميت الايجنسي ديالي مافريك ميديا ايجنسي. I'm romantic. طاجين الكفتة علي عزيز علي الطاجين ديال الكفتة زيد علي الفريت ما عمرت درتو هادي طاجين الكفتة بالبيض زيد علي الفريت على حسابي. كاين واحد الفرنساوي سميتو تريستان بي ام بي براكتيس ميكس بيرفكت كيمشي لشي بلايص واعرين وكيدير شي نيو اكتيفيتي افري سينجل تايم داكشي كيعجبني هاد الستيل. اول حاجه الكاميرا، ثاني حاجه بي سي، ثالث حاجه التليفون. علاش؟ بهادشي نقدر ندير لكم كرياسيون كونتي باش تبعوني في لي زافونتور ديال ايلاند. نديروها جبان لكم نديروها شي نهار نفكر فيها. انا غادي نقول لكم شي حاجه اللي كنقول دائما خاصك دير الفيرست ستيب غير تلاح حتى الا ما عرفتيش شنو غادي دير من بعد غير تلاح شوف واش عجبتك ديك الحاجه ولا ما عجبتكش. الا عجبتك راه غادي دير everything in your power باش تقدر توصل لوبجيكتيف ديالي. بحالي انا تلاحيت في لا كرياسيون كونتوني كنهضر قدام الكاميرا بحال مسطي وشوف اليوم 3 سنين دازو والحمد لله. كيما عرفتوا ديفلوبيت واحد النيو ايجنسي ديال كونتنت كرييشن باش نعاون البيزنس حتى هما يديروا الكونتنت على بوحدهم ياك ونفعوهم حيت عرفنا السوشيال ميديا از ذا فيوتشر از ذا بريزنت داكشي اللي الناس كيشوفوا يوميا. دونك دابا بديت كنتكونسونطري 100% في هذا البيزنس باش نعاونكم نتوما ونعاون البيزنس يديروا البريزونس ديالهم في السوشيال ميديا.